تشهد عديد الأسواق ندرة في فاكهة الموز، ما جعل أسعارها ترتفع وتتجاوز 400 دينار جزائري في كثير من الأحيان، أمر قبله المواطن بالعزوف عن اقتناء هذه الفاكهة. والتفاصيل مع أحمد رشدي. رغم أنها ليست مادة أساسية، إلا أن غيابها وندرتها في الأسواق بات أمرا ملفتا. إنها فاكهة الموز التي باتت تعرف تذبذبا في أسعارها التي تجاوزت 400 دينار جزائري في بعض الأسواق. بانان ب 30 وطلع، بانان عيان 30,000، مليح 33، 34، 35، 36، هذا قروب ماشي دي طايه. شحال راه يوصل عندكم؟ عندنا يوصل، انا يوصل 36,000. 36. وعلاش الحاجة اللي في بالك راه ناقص هذا؟ ها؟ علاش راه غالي؟ ناقص ما جابوش، قال لك سخانة. حرارة الصيف، نقص الكمية المستوردة وغلاء الأسعار كان لها أثر كبير في عزوف المواطنين عن اقتناء الموز، مفضلين فواكه أخرى أقل ثمنا وأعظم فائدة. طالع حابط حابط ولا شو لاسانسور، ما فهمنا والو. مش معناتها باللي ما كانش يعني استقرار في الاستيراد نتاعو، نهار يشريو نهار نظن باللي هذا الشيء كان متعلق مع قيمة اليورو ودينا في البنكة. حاجه ليمبورطاسيون كاع غاليه، حاجه تجيب من الخارج غاليه، وفيها طاكس وفيها كذا. وكلم شفت مع السخانه هذه البنين يخسر، على بالك كي يخسر لو بدا يرمبورسو يعاودوا يوضعوا بالخساره هذيك هذه ولا لا. في وقت يشتكي تجار التجزئه من ندره فاكهه الموز وغلاء اسعارها عند تجار الجمله، لم يجد المواطن البسيط من حل سوى البحث عن فاكهه بديله تزين الموائد الصيفيه.